12 كرسي ستبقى في التاريخ، ستبقى في التاريخ. هنا نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة، كنتمناوها ما تكونش نسخة كربوني، تكونش نسخة كربوني على اللي فاتت. بغيت سافر على سافر، بغيت سافر على سافر، ولهذا هادشي اللي كنت بغيت منه، لأن خرجوا على المجتمع المغربي، لأن خرجوا على المجتمع المغربي. هذوك ثلاثة الرؤوس اللي عندكم سيري دور الأمداح النبوية، السعدادي والخياط قال لهم عبدادي بخيت، قال لي الصدمة كانت قوية، عبدادي بخيت قال لي الصدمة كانت قوية، عبدادي بخيت قال لي الصدمة كانت قوية. ماشي مسألة أرقام، مسألة نهاية حقبة، لأن دوام الحال من المحال. نهاية حقبة ونهاية واحد كيف ما كنقول واحد الجروب كان كيحكم، كان مترأس الحكومة وكان كيعطي قرارات وكان بيه باش بسميتو كتعطى جل القرارات اللي كتسير بها البلاد، معظم القرارات. هنا نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة، كنتمناوها ما تكونش نسخة كربونية على اللي فاتت، كنتمناو تكون كتغير في الأوضاع وما يكونش تغيير مجرد حبر على ورق أو لا مجرد كلمات كتطبع في كيف ما كنقولوا في الورقة الانتخابية أو في الدعاية الانتخابية. وكنتمناو هاد الناس اللي غادي يحكموا هاد الحكومة الجديدة وهاد اللي غادي ترأس الحكومة بغض النظر على الاسم ديالو أو كيف ما كنقولوا القيمة ديالو، يكون بقدر المسؤولية ويعرف يعالج قضايا المجتمع المغربي اللي كيعاني من ويلات مواطن كتقسم الظهر ديالو، خصوصا في مرحلة كورونا. كورونا كيف ما كنقولوا عرات الواقع وعرات التسيير العشوائي والتسيير الفردي للحكومة اللي ما كانش كيطرع فيه كيف ما كنقولوا المواطن والويلات ديالو والمعاناة ديالو. وبصفتي كواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة كنتمنى يتخذ واحد الحيز لهذه الفئة، وتا هي تكون ضمن الاهتمامات وضمن القرارات وضمن التغيير، ما تبقاش متهمشة على طول السنين. لأن على كيف ما كنقول على مر تعاقب الحكومات شفنا انعدام المسؤولية تجاه هذه الفئة وانعدام الاهتمام تجاه هذه الفئة. كنتمنى يتغير الوضع بالفعل، ما يكونش كيف ما كنقولوا تغيير على مستوى الأرصدة وعلى المستوى المالي لهاد الأشخاص اللي غادي يكونوا فكيف ما كنقولوا في المستوى السياسي وعلى الصعيد السياسي والمجال السياسي، ما يكونش تغيير لهم هما، يكون تغيير البلاد اللي غادي يفيد وتستفاد. وما يبقاش عندنا المشكل الأساسي هو التعليم والصحة، ما تبقاش تدخل للسبيطار ما تلقاش اللي يشوف فيك ولا ما تلقاش مع من تدوي، ما تمشيش تلقى التعليم ناس ما كيف ما كنقولوا ما كتخافش الله في أولاد الناس، ما كتأديش الواجب ديالها لا على المستوى الصحي لا على مستوى التعليم، لأن من العيب ومن العار أن يبقى عندك المشكل هو الصحة والتعليم. الناس فاتت هذا المشكل، علاش حنا بقينا في مصاف الدول المتأخرة، ما دخلناش في التطور ما كانش 100%، لأن ملي كيبقى عندك مشكل التعليم والصحة عرف راسك باقي متأخر وباقي ما بديتيش بهذا المعنى. وكنتمنى الطرقان ما نبقاش نشوفوا هذا المشكل ديال الطرقان كلها مخربة والبناء العشوائي يتعالج والناس ما تبقاش تعاني، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تخذ بعين الاعتبار لأن من أهم الفئات وتا هي محسوبة على الشعب. لأن الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصة كتلقى أي واحد فيهم كتلقى عنده بطاقة ديال مواطن مغربي ماشي معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مواطن مغربي عندهم الحقوق ما عنده ولا عليه من الواجبات ما عليه. يعني كنتمناو الوضع يتغير 100% وما تكونش نسخة كربونية عن كيف ما كنقولوا الحقبة السابقة والقرارات اللي كانت عشوائية خصوصا في زمن كورونا. وإلى لاحظنا الوضع الاقتصادي المجري اللي وصل ليه المواطن المغربي في هذه العشر سنين الأخرى، وبالخصوص في الفترة ديال الجائحة، كان تدهور فهمتيني منتظر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، خصوصا بعد التصريحات النارية ديال الممثلين ديال الحزب على غرارهم وزيرة الأسرة اللي قالت لك أن المغربي يعيش بعشرة درهم في النهار وبيلي كيف في البرلمان إلى 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 آخره. هذا تبين بأن العدالة والتنمية كان عندها إخفاق اللي هو اقتصادي، وكانوا عندها نجاحات في الاستتباب الأمني، خدمات المصالح ديال الدولة والمصالح ديال الاستقرار داخل الوطن اثناء ما سمي بالاحداث ديال الربيع العربي. تيبقى حزب اللي هو مغربي عنده ايديولوجيه دينيه في العالم كامل، الايديولوجيات الدينيه ما تتنجحش في الحكم.
الدين تيبقى بوحدو والسير ديال البلاد فهمتيني تيتطلب شويه ديال الشجاعه وشويه ديال المغامره فهمتيني. هذا مكان ورساله للحكومه المقبله والناس اللي ائتمنهم الشعب المغربي على الخدمه ديال المصالح ديالو، الممثلين ديال المجالس التشريعيه، الممثلين ديال المجالس الجهويه، الممثلين ديال المجالس المحليه. المسؤوليه راها تكليف، المسؤوليه راها تكليف ماشي تشريف. خدموا المصالح ديال هذا الشعب، هذا الناس مقهورين. عزلوا شويه بالملف ديال السجل الاجتماعي الموحد، راه الناس تيعانيو، راه كاين اللي ما لقاش اللقمه ديال الخبز. وصلنا للمغرب الرقمي، عشنا المغرب الرقمي في راميد، عشنا المغرب الرقمي في لاكوفيد، في المساعده ديال لاكوفيد، عشنا المغرب الرقمي في اللقاح، مؤخرا كان المغرب الرقمي في الانتخابات ديال 2021. يسهل عليكم انكم تعرفوا الانسان واش عنده املاك في المحافظه، يسهل عليكم انكم الانسان واش تعرفوا واش عنده تغطيه صحيه في الضمان الاجتماعي، يسهل عليكم واش تعرفوا الانسان واش خدام ولا ما خدامش. لذا يجب التعجيل بالمطالب اللي هي اجتماعيه، راه الناس تعاني في صمت، والمسؤوليه راه تكليف وماشي تشريف، وهذا راه امتحان فهمتيني لينا حنايا كاملين فهمتيني، وللشعب المغربي ولكل شيء. وراه كاينه باديه طيبه من ملك البلاد، الا شفتوا الخطاب الاخير اللي قبل من الاخير، الخطاب ديال لو 20 اوت، قال واحد الكلمه اللي اثرت فيا انايا بزاف، من مقاطع وليت مؤيد للحمله الانتخابيه، قال ما يؤلمكم يؤلمني، يعني العاهل المغربي تيحس بالهموم ديال الشعب. يجب التضافر ديال الجهود فهمتيني، ملكا مسؤولون شعبا، ما يبقاش كل واحد يقلب على ما يخشي في جيبه. لقد اسأتم لسمعه المغرب ايها الموظفون اللي ما تتقلبوا على ما يخشيو في جيبكم. 400 برلماني ما غيحلوش المشاكل بوحدهم ديال البلاد، الا ما رجعناش النداءات ديال التسعينات ديال الملك راحيل الحسن الثاني ديال التخليق ديال الحياه العامه، وكنا مزيانين مع بعضياتنا. ما يبقاش كل واحد يقلب على الميدير في جيبه، اللي في السيركيلاسيون باغي يدير في جيبه، اللي في الطوبيس باغي يدير في جيبه، واللي في السبيطار باغي يدير في جيبه. الناس بعض المغاربه راكم اساتم لسمعه المغرب، خليتوا ولادنا يقولوا يا على بلاد يا على بلاد، مني تيقول الدري عنده 15 عام ولا 16 عام وتيولي في قوارب ديال الموت وفي قنينات ديال الموت، تيكون المستقبل ديال البلاد غامض. بلادنا تنبغيوها، تنموتوا عليها، تنعيشوا معاناه. المسؤولين اللي غادي يوصلوا للبرلمان يعرفوا بان المسؤوليه تكليف ماشي تشريف، ويعرفوا اشنو تيخرجوا مع فمهم، وما يساهموش في الزياده في الاسعار، يراعيوا القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي. وتحية طيبة لجميع السكان ديال المغرب، والسلام عليكم. شكرا لهاد القناة اللي كتعبر على المواطنين بالحرية ديالهم، فكنهنيكم. شكرا شكرا. وهاد الهزيمة ديال هاد 300 في هاد الانتخابات الجماعية 2021، أنا كمواطن شنا انتخابات اش وقعوا فيها، ولكن اخويا راه ما خدموش. جوج ولايات اللي داو، جوج ولايات ولا كلام صادق عندهم ولا كلمة واعدة عندهم. الشعب المغربي الانتخابات السابقة وعدكم وعطاكم كلمة، خانتو، ليس كلام، عندكم ما عندكمش كلمة. انتوما السياسة ديالكم فاشلة. شنو نقول لكم انا مواطن، هذه حرية التعبير. هذا لو 300 هذوك ثلاثة الرؤوس اللي عندكم، سيري دوري امداح نبوية، 12 كرسي ستبقى في التاريخ. بلتهتوا الاسلاميين، شوهتوا ديري السيستيم ديالكم بوحدو. نتوما دوك ثلاثه الاحزاب ديالكم ديال العداله و300، سيروا ديروا امداح نبويه. الله ينصر عبد الهادي بالخياط، والله يطول ويفتح الله المغاري، الله لا راح الله ما بقى البالي خمم. والسي عبد الهادي بالخياط قال لهم، عبد الهادي بالخياط قال لهم الصدمه كانت قويه. وشكرا السيد وزير الصحه اللي كنهنيك في هذه المناسبه الانتخابات، اللي وجدتيني من الناموسيات وهضرتي مع الكلينيكات. باي باي كما قالوا لي حيشاف، باي باي يا العداله، باي 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 باي، لا كلمه لا عود، باي باي. هذه باش نقولوها ونبقاو نعاودوها، صافي يا العداله و300، هذه خدمتكم انتوا على حقيقتكم. جمهور البيضاوي قال لهم شوهناكم، سمحوا لينا، بغيتوا التغيير؟ ها التغيير. واش بغيتوا التغيير؟ الشباب باش يعبر على الراي ديالو
الورقة الرابحة ورقة التصويت نهار 8 ستدخل في التاريخ. باي باي يا ود أحمد، باي باي، باي باي عليك يا بن كيران العثماني، باي باي. البيضة واكين لك، أما سي عز أخنوش فكنهنيك، أم الحمامة، حنا شعبيين ونقول لك شعبية، سير العمل ونوصيك واحد القضية، الكلمة راه هو الراجل، الشعب المغربي كله كيتسنى فيكم، واحد الكلمة ما كيبغيش اللي كيكذب عليهم، هذا المنبر الإعلامي كنقولها، فهني التراكتور، فهني الحزب الاستقلال، هاني الاتحاد الشراكي والتقدم، فهمتي؟ فكنهنيهم هذا المنبر الإعلامي، العمل ديالكم سيروا فيه، ولكن راه شوفوا راه كورونا، راه بينت كلشي، الطلب اللي كنطلب منكم ما مور انتخابات خريطة الطريق للمواطن المغربي والحكومة المغربية، وعاش الملك وتحية إعلامية. شكرا بعدا على الاستضافة القناة ديالكم هاد. أنا كان بالنسبة لي أن الحاصلة ديال العدالة والتنمية أن حاصلة كارثية، الحكومة كانت حكومة فاشلة بكل المقاييس، أنها ما هاد 10 سنين اللي هاد 10 سنين الأخيرة اللي كان كيتزعمها الحزب ديال العدالة والتنمية بكل مكونات الحزب ديالو أنه ما عرفش كيفاش يدبر الشأن المحلي ديال المغاربة، وما عرفش كيفاش العثماني أنه شخصية ضعيفة بدون، فهمتي، شخصية ضعيفة وكان غا محطوط بدون علامة، محطوط والناس فوق منه كيتحكموا فيه، وأن العدالة والتنمية أنه حزب فاشل وما قدرش يدبر الشأن المحلي ديال المغاربة، واستغل الشأن الديني، وبلي أن الناس تاقوا فيه الناس تاقوا فيه بالاسم أنه حزب إسلامي، وأنه دخلوا بواحد السياسة فاشلة وما قدروش يسيروا مواكبة المواطنين، والحصيلة ديالو نتائج فاشلة بكل المقاييس، وأن حصيلة حاصل انه ما ضافش الاضافه لهاد المواطنين، والعثماني كان شخصيه ضعيفه بكل المقاييس وما قدرش يتحكم في السياسه ديال البلاد.